قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. ورد حديث في سند ضعف أن شخصا منهم جالس يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة بعده، فقال النبي: أنت عشرهم في النار. ولكن الخبر ضعيف، لكن عموما هو التفاخر والتباهي بالأنساب. فورد عن الرسول، ما مفاده؟ إذا واحد قال هذا القول أن نقول له: ما حاصله يعني كالقول: امصص بزر الله، يعني مش لا تفق الصنم، لا أبيك، يعني كذا امصص عضو أبيك. لكن هذا الحديث من طريق رجل اسمه عتي بن ضمرة يرويه عن أبي بن كعب. وعتي بن ضمرة ما روى إلا هذا الحديث الواحد. نعم مستقى العجلي وابن حبان وابن سعد، لكن الثلاثة مشهورون بتوثيق الضعفاء والمجاهيل، بتوثيق المجاهيل. وعلي بن المديني طعن في الرجل، وعلي من أئمة الجرح، وقال هذا الرجل مجهول، وأتى بخبر غريب وذكر هذا الخبر الغريب. فلذلك نرى هذا الخبر ضعيفا، نرى حديث أن حديث من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني قلوها صريحة، نراه ضعيفا لا يصح. هذا وكلمة امصص بزر اللات لا ملابسة، ولكن لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظة وردت في بعض طرق حديث ماعز: لعلك قبلت، لعلك غمست، وبعدها كلمة صريحة. اللفظة الصريحة هذه أيضا ضعيفة الإسناد وشاذة، دخلت على الحديث وهي ضعيفة الإسناد وشاذة. وما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما علمت في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة قبيحة. وهذه السنة أمامنا، هذا كان أقوى ما يتمسك به القائلون، أن من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بأن أبيه. ولفظة كذا كذا في البخاري في شأن الغامدي، في شأن ماعز، وهذه اللفظة شاذة ضعيفة. والحديث من طريق عتي بن ضمرة، وعتي بن ضمرة لا يوثق ولا يقبل منه هذا اللفظ، وهو متفرد به. وكلمة بزر اللات هذه من كلام أبي بكر، ليست من كلام رسول الله، ولها ملابساتها، ولا دراسة إسنادية أيضا تأتي في محله. أما الرسول نفسه ما أمر بكلمة كهذه، بل حديث ضعيف فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، ضعيف الإسناد. وقد سمعتم ما وراء ذلك، بارك الله فيكم. أنا أذكر هذا لأن بعض الناس ومن منسوبين للعلم الشرعي خرجوا على الفضائيات وتكلموا بكلام قبيح، و أراه لا يليق أبدا أن يذكر على الفضائيات أمام الناس، ويستدلون بهذا الخبر. وهذا من اتباع المتشابه، إن ثبت أنه متشابه ولا فلم يثبت. ويتركون تراث النبي الكريم ذي الخلق العظيم، ما فيه لفظة واحدة من رسول الله شذت. وصدق الله إذ قال لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. عتب على أم المؤمنين عائشة لما ردت على اليهودي حتى بعد أن عتب النبي على أمنا عائشة لما قالت: وعليكم السام واللعنة. هم بدأوا بالسام واللعنة، عليك السام عليك، وذكروا. فعائشة ردت قالت: بل أنتم عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، لم تسمع ما قالوا؟ قال: قد سمعت وقلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ما شاء الله. فمن الخلق الكريم لرسول الله، يعني تشوه صورة دينك وتشوه صورة دينك وتشوه صورة الإسلام، إذا خرجت تتكلم بألفاظ قبيحة بذيئة وتنسبها إلى المشكلة في هذا، أنك تنسبها إلى سنة الرسول عليه السلام بناء على حديث ضعيف أو مهجور أو مهجور العمل به. ده الفضل الشيخ، ده يعني أفظع من هذا، أن بعض المتسبين العلم أخرج كتيبا صغيرا
يعني مسائل فيه صعبة استدلالا باللفظ اللي فرضك ذكرته انه شاذ في قصة ماعز. ما هي إشكالية، واحد ممن يعني أقول سأت أخلاقهم صنف كتابا في المعاشرات الزوجية وفي يذكر فيه كلاما قبيحا تستحي أن تسمعه وتستحي أن تقرأه بناء على هذا الخبر الضعيف، واحتج بالخبر الضعيف معروف للأسف. فنحذر حتى من قراءة الكتب التي يسموها الكتب العلاقات الزوجية بين العروسين، ويتبجحوا بذكر كلام قبيح جدا ويستندون إلى هذا الخبر الضعيف. فلننتبه ولنحافظ على أخلاقنا وعلى ألفاظنا، ونبينا على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى كلام أبي أويس ودعواه.